حين ظفرين اللي يسميها البعض بالأزمة، حتى نتعرف على أبرز ما ممكن أنه يكون موجود في هذه الفترات تباعا لحظة بلحظة. لذلك معنا مبعوث قناة القلم في القصرين، وهو حاضر معنا سي ياسين الشافعي. أهلا وسهلا بك ياسين. نور وبكل مستمعي برنامج رجع السادات. مباشرة من القصرين اللي اليوم شيعت جثمان جنود أباسل، وجنازة كانت مهيبة بحضور رئيس الجمهورية وبحضور عدد كبير من المواطنين اللي أبنوا الجنود الأباسل. ياسين، في حقيقة الأمر نوري، حتى نبدو من البداية فأن مواطني القصرين انطلقوا منذ الصباح الباكر في كانوا متواجدين في المستشفى الجهوي بالقصرين وتابعوا لحظة بلحظة، وكانوا انتظروا كثيرا يعني عملية تشريح جثث الشهداء الأبرار ورافقوهم في يعني رحلتهم الى من المستشفى الجهوي بالقصرين الى السكنه العسكريه بالقصرين اللي احتضنت موكب التابين، لكن يعني قوبلوا كحاله الصحفيين، يعني ما قامت القوات العسكريه بمنعهم من الدخول الى موكب التابين وانتظروا برشا قدام السكنه العسكريه، وكانت يعني بالفعل لحظات كبيره بالرغم من الانتظار، لكن الناس كل كانت في صف واحد وكلمه واحده وراء يعني الجيش الوطني، والشعارات كلها تحدد حقيقه اليوم امام السكنه العسكريه بالقصرين خاصه عند موكب التابين. شنو ابرز هذه الشعارات ياسين؟ كانت تنجم تعطينا ابرز الشعارات اللي ترفعت اليوم في الجنازة؟ هي اجمالا نوري فيما يخص الجيش الوطني، فيما يخص احداث جبل الشعامبي، فيما يخص ولايه القصرين، اجمالا هي تدعو الحكومه الى المزيد الالتفات الى ملف الارهاب في جبل الشعامبي، تدعو حملت صراحه المسؤوليه الى الحكومه في يعني في مسؤوليه ما حصل يوم امس، يعني مقتل ثمانيه عناصر من الجيش الوطني، فرقه الكوموندوس بنزر، حملت المسؤوليه مباشره الى الاطراف الحكوميه باعتباره انها اعتبرت ان هنالك تقصير في ملف الشعامبي، وانه من الاولى يعني تعزيز القوات المتواجده في جبل الشعامبي على الاقل من الناحيه يعني اللوجستيه حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على احسن وجه. نعم. ايضا يعني كانت هنالك يعني حقيقه كان هنالك يعني تلاحم بين عائلات عدد من الشهداء اللي حضروا اليوم واهالي جهه القصرين، اللي كانوا يعني حقيقه ما كنتش نجد فرق بين عائله الشهيد واهالي جهه القصرين، اللي كان منظر واحد خاصه بعد ما عند خروج جثامين الضحايا اللي باش يتوجه كل واحد الى مسقط راسه وكل واحد الى الولايه اللي ينحدر منها، يعني كانت الجميع كان بنفس الروح بنفس الشعارات، كل يد واحده وراء الجيش الوطني، الكل لنبذ الاختلافات السياسيه وتوحيد الصف وراء الجيش الوطني. نعم، هذا عن الوضع الاجتماعي في القصرين ياسين، وعن الوضع العسكري كيفاش تقيموا في مثل هذه الفتره بالذات تحديدا؟ بالفعل اذا اكيد الجانب الاجتماعي لانه تغى نوري بالفعل منذ ليله البارحه، منذ الحادثه تقريبا بعد الحادثه بنصف ساعه كان نفس كنا ما نجموش نحطوا كان على الجانب هذايا الجانب العاطفي الكبير بين اهالي القصرين والجيش الوطني، لكن بالنسبه للجانب الامني حاليا في جبل الشعامبي تواصل قوات الجيش الوطني عمليه التمشيط بمنطقة الحادثة اللي شهدتها البارحة، هي منطقة التلة اللي ما تبعدش برشا على البوابة الرئيسية، تقريبا بعض الكيلومترات على البوابة الرئيسية لمحمية الشعامبي اللي شهدت حادثة مقتل ثمانية أفراد من الجيش الوطني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. صورة الحادثة لو ترغب نوري تتمثل في كمين وقع نصب باغت من خلاله المجموعة الإرهابية، اللي أكدت مصادر يعني مصادر من الجيش الوطني تأكدوا أنه لم يتم تحديد عددهم ولا هويتهم، فقط يعني كان ثم تأكيد من أحد شهود العيان من الجيش الوطني وأنه يعني كانوا ملتحين
هذا ما أكد لنا أحد الشهود العيان دون أن يؤكد عددهم. قلت وقع نصب الكمين هذا باغت من خلاله القوات العناصر المسلحة باغتت قواتنا الجيش الوطني وتمكنت من قتلهم جميعا بالرصاص قبل ما تقوم يعني في حركة استفزازية أكيد بذبح 5 أفراد من قوات الجيش الوطني. أكيد يعني حادثة أليمة، لكن التعزيزات القريبة من موقع الحادث وبمحاولة إسناد زملائهم تعرضوا إلى انفجار لغم أرضي أدى إلى إصابة 3 عناصر من قوات الجيش الوطني بجروح غادر أحدهم المستشفى الجهوي بالقصرين، لكن ما زال 2 منهم في المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي مزيد الإسعافات. نعم، نذكر اللي احنا في اتصال مباشر بالقصرين حتى نتعرف على ما يسود الولاية اليوم على أثر الجنازة المهيبة في تشييع وتأبين جثمان جنودنا الأباسل الله يرحمهم. شهود عيان يقولون أن الوضع في هذه الفترة هادئ تقريبا في القصرين، فماذا تقول أنت يا ياسين؟ أكيد نوري، يعني منذ كم من المبرمج البارح وأنا تكون هناك مسيرات حتى يكون واضحين، أولى مع الحكومة وأخرى تنادي بإسقاط الحكومة والعصيان المدني وما إلى ذلك، لكن المسيرتين اتحدثا عند الساعة اللي كان مبرمج أنهم تخرج فيهم في الساعة 9، اتحدثا في المستشفى الجهوي بالقصرين بصوت واحد وراء الجيش الوطني وراء الإرهاب وتنديدا بالإرهاب. وحتى الليلة من المنتظر يعني ياسين وأنا تكون هنالك، عفوا نوري، وأنا منتظر وأن تكون هناك يعني وقفة صامتة، يعني أرادوا أن يطلقوا عليها صامتة المنظمون، باش تكون في ساحة الشهداء بوسط المدينة يرغب من خلالها المنظمون بإشعال الشموع فقط ترحما على روح الشهداء، وكانت تحب يعني بعجالة فقط نقدم أسمائهم كتكريم لهم. هما نزار المكشر الملازم أول من مدينة الشابة، ياسين الهيشري جندي أول من مدينة بنزرت، ماهر عمار من سليانة جندي متطوع، طارق عثماني من مدينة قفصة رقيب، ماهر القاسمي رقيب من مدينة جندوبة، الهادي المسعدي من جابس برتبة رقيب، ولطفي عوادي رقيب أول من باجة، ومروان المشي من مدينة المكناسي من سيدي بوزيد. وبالنسبة للمصابين هما حاتم العيادي مقدم من مدينة تونس، وهشام الخميري عريف 7 من مدينة القصرين، وفريد ناجي رقيب أول. هذا فقط للذكرى وللترحم على شهدائنا بالفعل الأبرار. يعطيك الصحة ياسين على هذه المراسلة المباشرة من ولاية القصرين، تحية ليك، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى في حلقات قادمة مع التحية والتقدير. إلى اللقاء ياسين. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا الوضع الموجود حاليا في القصرين، ولا شك أن هذه الرسالة هي رسالة أليمة إلى الشعب التونسي، ووقعها كان وقع كبير جدا سي اسكندر، وهذا الوقع نتصور أنه كل تونسي غير على ولد بلاده، وكل تونسي أيضا يهمه أنه ولد بلاده يعرف شنو أسباب اللي خلات نوصل إلى مثل هذه المرحلة، ومن وجه هذه الرسالة، ومن خطط لهذه الرسالة، ومن هي الأطراف اللي وراء هذه الرسالة. شكرا على الاستضافة مرة أخرى. الحقيقة يعني حسب المقدمة بتاع البرنامج غناية أحبك يا شعب، أحبك يا شعب، الحقيقة هذه هي المفروض اللي تجسم الآن حبنا لبعضنا وحبنا لجيشنا الوطني، وهي وقت صعيب ياسر، وقت أليم على الحقيقة. اليوم تونس تضرب في رمزيتها، في رمزية دولتها، في شهر جويلية 25 جويلية 57 تأسست الدولة، تأسس النظام السياسي، وكذلك بعدها بيومين 3 تأسس جيشنا الوطني، وتضرب تونس في رمزيتها وفي رمزية دولتها وفي رمزية جيشها الوطني. اليوم جيشنا الوطني يحتفل بعيده، بعيد تأسيسه 57، ونحتفل كذلك بالجمهورية، جمهوريتنا في 57. ترى أنه فيتم اختيار، فيتم طبعا ليس هناك شيء يترك للصدفة، فيتم اختيار شهيد الحاج محمد إبراهيمي، نعم ربي يرحمه، الله يرحمه، في القايلة، في النهار وعز القايلة كما يقولوا، يوم 25 جويلية، يوم 25 جويلية، ويختال بغدرا 8 من جنودنا البواسل، وينكل بهم
فمن أراد بفعل هذا فهو يريد أن يضرب الدولة في عمقها ويريد أن يقوض أركان الدولة. ومع الأسف هناك من يعني وقع في الفخ وأراد أن يضرب إنجاز حققناه بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وهو هذا المجلس الوطني التأسيسي. فهناك الآن مجموعة معتصمين أمام المجلس الوطني التأسيسي وهناك نواب من داخل هذا المجلس الوطني التأسيسي الذين انتخبهم هذا الشعب والذين من المفترض أن نحن نقول نحبك يا شعب. قالها فرحات حشاد الشهيد الحركة الوطنية ابن الجهة هذه وقال الهادي شاكر كذلك وقدموا دماءهم فداء لهذا الشعب ولحرية هذا الشعب. نأتي اليوم نواب انتخبهم هذا الشعب فيعتصمون ويطالبون بالفراغ بالعدم بتقويض أركان ما أنجزناه وهو أن الشعب خرج يوم 23 أكتوبر فانتخب نوابا اختيل أحدهما في يوم عيد الجمهورية. فإذا تتصور أنت أول شيء تأخذ هذا تأخذ نفس عميق وتعمل نظرة بعيدة على ايش قاعد يصير المشهد السياسي اليوم وما يحاك لتونس من مؤامرات في الحقيقة تتضح الصورة وتتضح الصورة والرسالة تقول لك وصلت الرسالة. وهؤلاء الذين يريدون شرا بتونس وبشعب تونس وصلتنا رسالتهم الدموية. لكن الآن ليس هو أهم أن نتساءل وأن نبحث عن أجوبة. المهم ماذا نحن فاعلون الآن؟ كيف نلم الشمل ونلتف حول بعضنا؟ الأزمات مفروض تقربنا من بعضنا وتقوينا. الأزمات تقربنا من بعضنا وتقوينا نعم. ولا تفرقنا وتشتتنا. فبالتالي فيحقق العدو ما يريد وما يسبو إليه من أهداف فنتشتت ونفشل وتذهب ريحنا. وهذا لا قدر الله لا يجب أن نعطي فرصة للعدو لكي ينجح في أهدافه. من هو هذا العدو سي اسكندر؟ العدو هو من لا يريد للديمقراطية أن تنجح في تونس. كل من لا يريد للديمقراطية أن تنجح في تونس، كل من لا يريد أن الشعب يعيش في حرية، وقد تنسمنا عبق الحرية في هالعامين هذوما. واليوم الحرية حتى أنه فما من يقال أن هناك إسهال في الحرية. يعني اليوم أحنا في أزمة وفي هناك إرهاب للنفوس وصلت رسالته، يطلع علينا حتى بدعوى الحرية. اليوم يطلع سي معز الجودي الخبير الاقتصادي في شمس اف ام ويقول انه يا سوانسا راكم ممكن الشهر الجاي ما تلقاوش شهرية. يعني يريد ان يرهب النفوس ونرهب الجيوب، يعني ارهاب النفوس والجيوب. فالتونسي اليوم ايش تحب توصل له انت كرسالة؟ مفروض احنا اليوم نتكاتفوا مع بعضنا، نحطوا اليد في اليد، نجد حلول مع بعضنا. اما انه العدو هو الذي لا يريد هالمسار انتقال ديمقراطي ان ينجح. من هو هذا العدو؟ هو يمكن ان يكون بن علي وازلامه وفلوله، لانه لا يريدون لهذا المسار الانتقال الديمقراطي ان ينجح. هناك اعداء يعني جيران، سواء من ربما الفلول اللي القذافي اللي ظلوا في ليبيا وهم يدعموا الارهاب، والارهاب صار عابر للحدود. وهناك ربما من الجاره الغربيه كذلك، من في هذه الجارة من لا يريد للتجربة الديمقراطية أن تنجح في تونس. ونعرف احنا صار في الجزائر في سنوات في بداية التسعينات قبل 20 عام، صار وبدأ مسار انتقال ديمقراطي وأجهض ودخلت الجزائر في حرب أهلية. الذي لا يريد المسار انتقال الديمقراطي أن ينجح في تونس هو الذي لا يريد المسار انتقال الديمقراطي في مصر أن ينجح وفي ليبيا أن ينجح، ولا يريد الثورة في سوريا أن تنتصر، ولا يريد المسار انتقال في اليمن انتقال ديمقراطي في اليمن أن ينجح. فهي الآن تحس مؤامرة خيوطها محبوكة، وربما العدو الأزلي للأمة العربية والإسلامية يظل العدو الصهيوني. العدو الصهيوني لا يريد خيرا لهذه الأمة، لا يريد أن نعيش حرية ونعيش ديمقراطية، حتى يظل هو الواحة التي هي في صحراء، وهو الواحة الديمقراطية. ويتبجح العدو الصهيوني، يحتل أرضنا، يحتل أرضنا ثم يتبجح ويقيم عليها نظام سياسي يتبجح أنه هو نظام ديمقراطي. نعم. ثم لا يريد لنا خيرا ولا يريد أن نعيش في جو ديمقراطي. نعم. لأنه اليوم الديمقراطية هي قوة حقيقية لهذه الأمة، سواء على مستوى تونس أو على مستوى الوطن العربي. وحان الوقت أن نتنفس حرية، وحان الوقت أن نتنفس ديمقراطية ونعيش في جو ديمقراطي. فكل من يريد أن ينقلب على المسار الانتقال الديمقراطي هو عدو لتونس، وهو الذي يحرك هذه الخيوط. هناك كذلك لا أنفي أن يكون القاعدة، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي أو المغرب الإسلامي
انت وسعت من دائره الاعداء يظن الاسكندريه لا ما فهم ما ثماش بعض الاطراف اللي ربما تراهم اجنبيه وبعض الاطراف تراهم لا اليوم تنظيم القاعده والسلفيه الجهاديه هم يريدون كذلك العدم هم متطرفون هم يعني يستندون الى الارهاب كوسيله في تغيير وفي فرض رايهم على المجموعه الوطنيه لا انفي ان يكون التنظيم القاعده له دور وهذا التنظيم مخترق يعني تنظيم القاعده مخترق من المخابرات الاجنبيه هذه ما يحتاجش يعني هذا ما يحتاجش باش نختلف عليه اثنان وبالتالي هذا التنظيم الذي عبر سنوات عديده تدرب تدريب حرفي نعم. نشط في كثير من دول العالم هذا التنظيم يريد ان يضرب الديمقراطيه لانه لا يؤمن بالديمقراطيه نعم. وبالتالي يكون محرك من ايادي خفيه يكون مدعوم من ايادي خفيه وما احداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية والتسهيلات التي وقعت للإرهابيين حتى يقوموا بمهامهم وهو الآن بعد 20 عام ظهرت الكثير من المعطيات والكثير من المعلومات إن الأكبر دليل على أن هذا التنظيم مخترق وإن لم يستطع أنك تموله مباشرة فأنك توحي له وأنك توحي له بالخطط الجهنمية التي تدخل العباد في بعضها وتخلق حروب أهلية في مناطق عديدة نعم هو واضح أنه هناك أعداء يتربصون بتونس من خلال هذه العمليات الإجرامية واضح أنه ثم من يتربص بتونس إذن صغير تعتبر أنه تونس في مثل هذه المرحلة بالذات مستهدفة خاصة أنه الأحداث اللي عشناها على امتداد فترة سواء كان في الفترة القريبة أو في الفترة البعيدة نسبيا أحداث الشعامبي الأخيرة تخفض ثم ترجع تخفض ثم ترجع وهناك مواعيد دقيقة ومحددة تقريبا أنه هذه الأحداث تعود في وضعيات معينة معناها كيفاش ترى هذا الوضع حسب رأيك طبعا أول شيء سأترحم على أرواح هذه القافلة التي من المؤكد أنها لن تكون الأخيرة من قوافل شهداء الوطن لأن قوافل الشهداء لا تنتهي بانتهاء فترة معينة أن تونس تكون مستهدفة فهذا مسألة منطقية جدا ومسألة طبيعية جدا لعدة اعتبارات الاعتبار الأول هو باعتباره أن تونس كانت الانطلاقة للربيع العربي واحد اثنين تموقع تونس في الخارطة الجغرافية السياسية في المنطقة العربية ككل وفي المنطقة المتوسطية تفرض وأن تونس تكون محط أنظار لكل القوى الإقليمية والدولية فبالتالي الملاحظ يرى وأن الربيع العربي اللي مش مفروضا المفروض أن ما نربطوش بموعد 14 جانفي لأنه مازال هو مسار داخل التاريخ مازال متواصل 14 جانفي كانت لحظة تاريخية فارقة مثلت مرحلة سقوط طاغية من طواغيت الحكام العرب الذين طغوا فسادا وعاثوا في الأرض فسادا اللي صار وأنه ثم من يرى وأنه لابد من أنه يلصق الدكتاتورية والفساد والحيف والاستبداد بشخص معين وتبقى الدولة العميقة بحلفائها وبوكلائها الاستراتيجيين فيهم المخابرات مما ذكر سي اسكندر فيهم من الموساد فيهم من وكلائهم الداخليين فيهم يعني هذه خلية كاملة متشابكة المهم الآن هو ما يقع في تونس ما يقع في تونس الآن هو الصفعة الثالثة التي توجه من الدولة العميقة التي تتحرك بوكلائها وبحلفائها ضد الثورة الصفعة الأولى كانت باستعمال النص القانوني لمحاولة إعادة تركيب أوراق التجمع الذي سقط بسقوط زعيمه في 14 جانفي هذه كانت المحاولة الأولى وانتهت بوضع رئيس حتى لا أقول أنه عاد من القبر بوضع رئيس لا يمكن أن يمثل الثورة هذه الصفعة الأولى الصفعة الثانية كانت في تعامل المشهد السياسي والمربع السياسي التونسي مع نتائج انتخابات 23 أكتوبر مع المشهد السياسي التونسي فما حلفائنا الاستراتيجيين الإقليميين والدوليين ما علاقة هذا اللي كنت أذكر فيه تيس صغير بحديث الشعامبي اليوم هاو جايك لحديث الشعامبي 23 أكتوبر الانتخابات أفضت إلى وصول حكومة لم تكن متوقعة الحكومة والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية هذه ثلاث سلطات موجودة في تونس الثلاث سلطات هذه في تونس من الطبيعي جدا ما دامت لم تكن متوقعه من الطبيعي جدا وان الاطراف التي تتعامل مع الدوله العميقه ستحاول جاهده ادخال البلاد في فوضى وضرب مسار الانتقال الديمقراطي في العمق
عادي جدا وأنها تضرب. عندها مصالحها، عندها دولتها العميقة اللي ما زالت تنشط في البلاد. هذا يعزى إلى غياب المحاسبة، يعزى إلى غياب سلطة قضائية وسلطة رقابة، يعزى إلى غياب قيادة ثورية حقيقية للحركة الثورية في تونس. ما يقع في تونس الآن في جبال الشعامبي هو امتداد لسلسلة تقريبا تذكرنا بأفلام هيتشكوكية، يعني تقريبا نهارين ثلاثة فما ارتبطت في فترة معينة بإعلام ببرنامج معين. يعني هل تتصوروا أنه في برنامج معين قبل البرنامج بنهار تصير فيه الفاجعة؟ اليوم بالله نحطوها في إطارها الصحيح، الحادثة متاع الأمس. الإطار الصحيح شو يقول لك؟ سقوط حكومة، سقوط الإخوان في الحكم في مصر بعد بأيامات تصريحات ضحي خلفان وتهديده ووعيده للتونسيين، بعدها بأيامات فقط لجنة التوافقات اللي تشكلت داخل المجلس الوطني التأسيسي تعلن عن قرب الوصول إلى صيغة نهائية، يعني تقريبا في اللحظات الأخيرة الوصول إلى صيغة نهائية للنقاط الخلافية في الدستور. مع هذا يعني هذا يصب في أنه تقريبا المجلس التأسيسي هو مهمته كتابة الدستور والتأسيس لمرحلة تنافسية حقيقية قادمة باش تتبنى عليها نظام ديمقراطي اللي هو الجمهورية الثانية. وفي الأثناء فما عيد الجمهورية، واضح. الضربة الأولى كانت موجهة إلى الجمهورية الثانية في حد ذاتها. ما فيش جمهورية ثانية، هذا اغتيال الشهيد الإبراهيمي. بعدها بأيام يعود إلى السطح أحداث جبل شعامبي. أحداث جبل شعامبي ما عادت إلى السطح إلا وقتاش؟ في يوم احتفال الجيش بعيده. احتفال الجيش بعيده. أنا شهرين ما فهمش أي حداث في تم خفتت الأحداث. لا مش خفتت، تم إعلان أنه تم السيطرة على الوضع وتطهير الجبل. نعم. إذن لما تعود هذه الأحداث من جديد وتعود بهذا الألم الكبير؟ تعود هذه الأحداث وبهذا الألم الكبير لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، لضرب مسار بناء الجمهورية الثانية. وهذه هي المصلحة الوحيدة، يعني وقت اللي تجمع المعطيات الخاصة، المعطيات الكاملة المحيطة بهذه الحادثة، تروا أنها كلها موجهة نحو إنتاج أزمة في البلاد. تنمية مستوى العنف، حاجز العنف يزيد يطلع في البلاد أكثر، خاصة في المرحلة ما بعد اغتيال الشهيد محمد إبراهيم. نعم. فبالتالي فما كوتاء، فما حاجز للعنف لابد وأنه يطلع لضرب الجمهورية الثانية. يطلع العنف طبيعي جدا، يطلع بأحداث دموية أو بالعصيان المدني وما إلى ذلك من أشكال التحركات الاجتماعية الغير مدنية، لأن الحركة الاجتماعي المدني. نعم. هذا مسألة أخرى. أنت ترى أن الأطراف هذه قادرة على أن تنجح في هذه الفترة أن تضرب هذا المسار صغير؟ هو شوف، أولاً ساعة من 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 نجموش ننفوا على الشعب التونسي الذي قام بثورة أذهل العالم، وأنه شعب غير وعي. إذن الشعب التونسي أوعى من كل النخب السياسية اللي تزايد عليه اليوم بالوعي وبالعلم، بل بالعكس، وأنه إشكالية الشعب التونسي اليوم هي في نخبته. أيوة. هذا 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 مسألة تقريباً نتفق فيها. أيوة. المسألة الثانية هي شنية، وأنه طبيعي جداً وقت تعمل متركاج على نفس الشيء طبيعي جداً مش تولي تقلق المسألة، عادي وأنها تولي تقلق. اغتيال، ضرب عام. أيوة. حادثة فاجعة ثانية، 8 شهداء للجيش الوطني. أسافوار شنو يترتب عليها مرة أخرى؟ حدث 3 أيام. إن شاء الله نتمناه، إن شاء الله نتمناه هذاك حد الباس. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله هذا بالعكس، هذا ما نتمناه لبلادنا. وأنه ولكن مع ذلك لازم الوعي يكون موجود والحذر يكون موجود. يعطيك صح. نعم. الآن المفروض وأنه الأطراف الوطنية تتفق على توجيه رسالة إلى الداخل، مفادها وأنه تونس هي بيتنا جميعا، وإذا نعم. سقط السقف فسيسقط فوق الجميع. أيوة. ورسالة ثانية إلى شركائنا الإقليميين والدوليين، مفادها وأن تفجر الوضع في تونس ليس من مصلحة حتى طرف شريك لتونس، لا في المرحلة الحالية ولا في المرحلة مش نجيب التداعيات ذلك صغير، وتونرج على التداعيات هذه أيضا مع أسي اسكندر، ولكن خلينا نمشي مباشرة إلى باردو تونس العاصمة. معنا زميلنا حمزة برجب حتى نتعرف على أبرز ما يمكن أن نتعرف عليه في هذه الفترة بالذات أمام قصر باردو. ولكن ريثما يحضر حمزة
أكيد أنه سي اسكندر قلت أنه التداعيات هي تداعيات خطيرة مش تكون بعد هذه المرحلة، إذا كيف يمكن لنا أن نتعامل ونتفاعل إيجابيا مع هذه التداعيات؟ قبل أريد أن أبني من حيث انتهى أخويا صغير، وهو أنه اليوم الشعامبي نحب نواصل على الرمزية. أنا أعطيتك الرمزية التاريخ التواريخ الأون هناك رمزية الجغرافيا. نعم، رمزية الجغرافيا اليوم الشعامبي جبل موجود وين؟ في ولاية القصرين، قلعة من قلاع الكفاح المسلح في عهد الاستعمار، وشعب يعني في أبناء الجهة أشاوس، هم اللي كذلك قاموا كان لهم دور في الثورة متاع 17 ديسمبر و14 جانفي. نعم. سي البراهمي رحمة الله عليه الشهيد محمد البراهمي هو من سيدي بوزيد. اليوم ليست القصرين الوحيدة اللي فيها جبال، هناك جبال في جندوبة، في هناك جبال كبيرة كثيرة في الشمال، يعني مثلا كان الجبل هذا الذي يستهدف على فترة الآن أكثر من ستة شهور وإحنا في مسلسل الشعامبي. إذن ما قراءتك لذلك؟ قراءتي أنه هناك يعني هناك من يريد أن البلاد تشعل تشعل من القصرين وتشعل من سيدي بوزيد، نضربوا رجل سياسة في 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 شكل في في قامة الشهيد محمد البرامي، ونضربوا نعملوا إرهاب في ولاية القصرين، حتى الشعب المرأة اللي كان عندها نعيجات وماشية في الطريق تفجروا في نعيجاتها الألغام هناك، معناها حتى يحبوا يخلقوا نوع من الإرهاب. ثم الشعب مربوط جغرافيا بالعريش، يعني اليوم العريش كي بداوا تقتلوا الجنود عم ناول في الوقت في رمضان عم ناول تقتلوا 17 جندي مصري في العريش في عملية استهدفتهم للآن مازال عليها علامة استفهام، ويلام الرئيس مرسي أنه ما قامش بالواجب في حماية الجنود المصريين وضرب الإرهاب الموجود. من قال أن هذا إرهاب؟ لماذا لا يكون كوموندوس إسرائيلي نفذ العملية وضرب الجنود المصريين وقتل منهم 17؟ الجريمة النكراء اللي وقعت في الشعب بماذا تعتبرها أنت سيسكندر؟ جريمة نكراء إرهاب أم ليس إرهاب؟ أنا إرهاب مخطط بعمل استخباراتي. خوي العزيز حمام الشط، نعم، وقصف الطائرات الإسرائيلية حمام الشط وقتلان أكثر من 100 ولا 150 من خان الفلسطينيين، اغتيال أبو جهاد، دخلوا يا رجل دخلوا بزوارقهم في قمرت وركبوا السيارات ووصلوا إلى الفيلا في القمرت وحراسة مشددة لأبو جهاد، ويختال الرجل في بيته في غرفة نومه بحراسة مشددة. هذا الكوموندوس الإسرائيلي ضرب تونس والمخابرات الإسرائيلية ضربت تونس وأحدثت بلبلة فيها في عهد الدكتاتورية، فليش لي منحة الآن تعمل بلبلة؟ عملتها في العريش، وأنا أقول لك أنه هناك تعاون استخباراتي دولي ضرب ضربنا في جبل الشعامبي وضرب قتل شكري بالعيد وقتل محمد البراهمي. أنا الآن رمزي ترى أنه فما علاقة ما بين أحداث الشعامبي وحديثة اغتيال النائب الشهيد البراهمي؟ طبعا هناك علاقة باغتيال شكري بالعيد، وعلاقة بما حدث في العريش، وعلاقة بما باغتيال عبد السلام المسماري أخونا الثائر اللي في بنغازي على عتبة المسجد من أيام. المخطط نفسه والأهداف نفسها، المخطط نفسه والأهداف نفسها، ولا يحتاج إنسان أن يكون كثير الذكاء باش يحلل ويحط البازل بيناتها. أما إحنا النخبة السياسية علينا أن نكون واعيين وأن نستهل الله في هالبلاد هذه، مش أنا باش نحقق اليوم مكاسب حزبية ضيقة باش نبدا نشكب على فلان ولا نشكب على الحزب الفلاني ولا نشكب على الترويكا، اليوم نشعل البلاد ونزيد نواصل في 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 احداث هذا الفراغ. احنا الان ما حوجنا الى انه نحط اليد في اليد ونتكاتف ونلقى حلول وحل وطني مخلص لهالبلاد هذه الصغيره اللي عندها رجال كبار وعندها معناها شعب مسالم. اليوم احنا مش متعودين على الدم يعني، لكن احنا عندنا ذاكره قصيره. اليوم لما يغتال ابو اياد في 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 فجر احد الايام ابو جهاد، ولا يقصف حمام الشط قصفا، يعني اول مره تونس تقصف ولم تدان الاسرائيل في الامم المتحده، يعني لكن ذاكرتنا قصيره. تونس اصابتها مصائب كثيره من هالنوع هذا لكن خرجت منها قويه. الان في جو الحريه مفروض نخرج اقوى، وتونس قادره على ان تخرج دائما قويه في مثل هذه كيف الظروف. كيف قادره وكيف نتغلب على تونجي الكيف تونجي الكيف يا اسكندر. اما خلينا نمشي مباشره الى تونس العاصمه مع زميلنا حمزة حتى نتعرف عن أجواء تونس العاصمة الآن. مرحبا بك يا حمزة. وبيك يعيشك يعيشك، ومرحبا بكل المشاهدين. بالنسبة للحياة العادية عادية في تونس العاصمة أبعد إلى أبعد ما يكون، معناها الحياة التجارية والعملية واليومية العادية اللي يعيشها التونسي.
في الليل حسب ما سفرت من المواطنين وشفت يعني الاجواء كيف يقضيوا يتوقوا عادي واستعدادا لعيد الفطر وكما جات العاده يعني. نعم. لكن المساله محصوره في باردو. ايوه. اللي هي ثم فصل تام ما بين المنادين بالشرعيه ضد الانقلاب واللي مع الانقلاب ضد الشرعيه، معناها كل الاطراف مفصوله فصل تام ونهائي باش ما يصيرش ثم يعني ينجم يكون ثم يعني مشاحنات والا احتقان بيناتهم. هذا الموجود بالنسبه في باردو. بالنسبه لليوم ثم المنادين بالشرعيه واللي طالبوا باستمرار الشرعيه، هناك صلاه الغائب على ارواح الجنود الشهداء اللي توفاهم لاجل امس في ساحه باردو، اللي هما مجموعه المساندين للشرعيه من مواطنين وناشطين في المجتمع المدني وسياسيين وغيرهم. كيف ثم أدعية مساندة للأهالي الضحايا والشهداء، كيف ثم زاد تسعة نتاع الليل الليلة في نفس الوقت يعني في الشق الآخر هناك قدام وزارة الدفاع ثم الأنصار الأنصار الانقلاب نقولوا احنا ونقولوا اللي يناديوا بحل المجلس التأسيسي، ونقول احنا هي بدعوة من طاهر بن حسين باش يتموا قدام وزارة الدفاع ويعملوا نشاط نوعا ما كما هكا باش يطالبوا بكشف عن المتورطين في قتل الجنود. هذم يعني الأنشطة الموجودة بالنسبة لليوم، خاصة بصفة خاصة اليوم ثم اجتماع المنادين بالشرعية في المجلس في ساحة باردو باش يطالبوا بكل ما هو شرعي في تونس وكل ما هو يكشف عن القتلة والمجرمين واللي يحبوا يحطوا البلاد في التون من الفوضى. اليوم بصفة خاصة ثم تجمع كبير في ساحة باردو لصلاة المغرب ومن ذلك صلاة الغائب على أرواح الجنود. البارح حبيت نقول اللي انطلق الاجتماع في جمرت من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل متواصل لغاية اليوم، ولكن بفق منون وتأكيد المطالبة بحل مجلس التأسيسي والإطاحة بالحكومة، وهو بيدو زاد أعلن عن فتح مقراته للمطالبين بحل الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي. هذا بصفة عامة شنو اللي يسمى اليوم في انتظار أنه نتابعوا شنو اللي مازال بطبيعة الحال مش هذا الكل، ولكن إن شاء الله في أوقات لاحقة نبدأ كل التفاصيل الموجودة في تونس، خاصة إحنا توا نعرفوا اللي يسمى جديد فيما يخص الجنود اللي معناها استشهدوا، هما جنود هذم ثم شكون اللي اخذوه لمسقط راسه باش يتم دفنه هناك في من طرف اهليه، ولكن اليوم صار تأبين من طرف رئيس الجمهوريه بالقصرين مشى باش يعزي كل الاسره الدفاع الوطني والجيش باش يوصل يعني يحاول انه يبلغ كل الناس على عدم الكف عن هذا العنف ومحاوله الناس كل باش تحط اليد في اليد ضد العنف وضد مخططات تعطيل انجاز مهام المرحله الانتقاليه اللي هي مرحله حساسه برشا في تاريخ تونس. نعم. شكرا لك حمزة، يعطيك الصحة. قد نعود إليك أثناء الحصة، هذا نقل مباشر من تونس العاصمة معك أنت يا حمزة حتى نتعرف عن أجواء تونس العاصمة الآن، ونحن أيضا مشاهدين الكرام في قناة القلم في حصة استثنائية وخاصة مواكبة لتداعيات الأحداث الأليمة اللي عاشها جبل الشعامبي، واللي أكيد نحاول نتعرف على تداعياتها معكم في هذا اللقاء الاستثنائي. بعد الفاصل نعود مع ضيفينا الكريمين سي اسكندر الرقيق وكذلك الصغير الشامخ.